الشيء يلي قلته بكل إخلاص وبكل أمانة. عملنا 141 هيئة شعبية بالمناطق المحررة. كان عنده مرجعيات أخرى فكرية وتثقيفية. جبنا كونتينر، جبنا أنتين وركبوا محطة صغيرة. الجماعة منهم جايين كحلفاء، لا، هول جايين بدهم يسيطروا على الأرض. وكان الهدف بشير أن يفرجي لكل الناس من الأشرفية ما رح تصلوا. من إيش عبشير عم يبكي إلا نهار اللي استشهدت بنتي مايا.